وش خليتني أجيب بالسالبة؟ بتقول إنها بطنة كبيرة وبتاكل كل الثلاجة. ماما هي المسؤولة عن الدار، بتعمل لنا كل إشي وتعملي لي بيتزا لأني أنا كتير بحبها. ماما ما بتقعد معنا بس نيجي ناكل، ولا بابا، وكمان بس بحسهم بتهاوشين، ولما يتصالحوا منصور كتير مبسوطين، وبطلوا أصلا ماما وبابا يتهاوشوا لأنه بابا كتير بتأخر بالدوام. بتمنى بابا يبطل يروح على الشغل، وبابا بس ينجلط من ماما منصور يطيح على الكل، وبتمنى ماما منصور ترد على بابا عشان بابا يبطل يحكي عنها عنيدة. ماما بتقولي لو عبيت البانيو كتير بسحبني البانيو برا، فعشان هيك أنا بتمنى أصير أعرف أسبح. تلين حكت لي الأولاد الصغار بيطلعوا بعد المغرب، بيجي أبو سلة وبيخطفهم، وأبداً أبداً ما بيرجعوا عبيتهم. بتمنى إنه أبو سلة يجي الشرطي ويخضع السجن. على فكرة تلين وسارة صاحبات، بس سارة ما بتقدر تلعب مع تلين علشان عندها توجيهي، وبتمنى ان سارة تخلص توجيهي وتروح على الجامعة. ماما كتير بتحب عمور لانه خلص توجيهي وعملنا له حفلة كبيرة، وبابا جاب له سيارة. اصلا انا عندي بالسولانة ابيض واسود وهي حامل، بس ماما ما بتسمح لي ادخلها على البيت، وعمر بحبها نفس الشيء. بتمنى عمور يصير عنده بيت واحط البسة ببيته.